أنا مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش فاهمة مش فاهمة مش فاهمة يعني هما ليه أصلاً بيحطوا ملح على معجون الطماطم؟ ما هو كتر الملح مضر. أيوة يعني هي الطماطمية دي 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 هي الطماطمية دي فيها ملح. المعجون الطبيعي طماطم وبس 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 أنا بس اللي أحط الملح على الحاجة وأظبط أكلي بنفسي. معجون طماطم كي دي دي والملح انت اللي تظبطيه. امال مين؟